والنهاردة يوم مختلف، النهاردة عيد ميلاد صفحتنا. لو نفسك تخس، لو نفسك تخس 1 2 3 4 5 خمس سنين ومكملين، كل سنة وانتم طيبين. لو نفسك تخس 5 سنين مع بعض مكملين وكل سنة وانتم طيبين. نفسك تخس يلا. لا، كل سنة وانتم طيبين. لو نفسك تخس لو نفسك تخس 5 سنين كل سنة وانتم طيبين ومكملين. لو نفسك تخس 5 سنين ومكملين كل سنة وانتم طيبين. لو نفسك تخس 5 سنين ومكملين وفي اسكندرية متجمعين وكل سنة وانتم طيبين. لو نفسك تخس 5 سنين ولسه مكملين كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد. أهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. والنهاردة يوم مختلف، لأن النهاردة كانت بداية لو نفسك تخس. من 5 سنين بدأنا بصفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، واللي كنت من البداية يعني بقول ان ان شاء الله بإذن الله ربنا هينفع بينا ناس كتير جدا. كان عندي يقين كده من جوايا ان سبحان الله ربنا هيجعل الصفحة دي حاجة خير كده لناس كتير، وسبحان الله كان طموحي ان احنا نوصل لمليون شخص من خلال صفحتنا على الفيسبوك، ولكن سبحان الله ربنا أعطانا كتير جدا، وصفحتنا وصلت دلوقتي كعدد لايكات بس كده 2 مليون وأكتر من 300 ألف كمان. لكن الحقيقة متابعيها أكتر من كده بكتير، ناس كتير بتتكسف تعمل لايك أو تشترك في الصفحة عشان بعض الناس بيشوفوا إن أنت لو هتعمل دايت لازم تخبي وتداري وما تبينش أبدا إن أنت عامل لايك لصفحة من صفحات التخسيس. لكن في أرض الواقع ناس كتير جدا جدا حتى اللي بعيد عن السوشيال ميديا استفادوا من لو نفسك تخس، فكان العدد سبحان الله أكتر بكتير جدا 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 مما أتوقعه. إنسان بسيط مهندس عمل صفحة على الفيسبوك بلابتوب وموبايل، ده كل الموضوع، ولكن أخلصنا النية لله إن هي تنفع ناس أيا كان عددهم، حتى لو واحد بس استفاد فهي أدت الغرض بتاعها. وسبحان الله كرم ربنا كان كبير جدا، والحمد لله رب العالمين شفنا بعينينا ناس كتير قوي اتغيرت، سواء ناس بعيد عننا خالص في دول بعيد جدا يعني ما نتوقعش ابدا ان احنا ممكن نشوفهم، واقرب الناس لينا، فناس كتير اتغيرت وناس كتير اتأثرت بهذه الصفحة او بهذه يعني هنقول حاجة كده صفحة على السوشيال ميديا، حاجة زي اي صفحة من الصفحات، ولكن كانت مميزة، كانت مميزة علشان خاطر الناس شافت فيها، مش عارف الصراحة يعني شافت فيها ايه، شافت فيها قد ايه ان احنا بنحبكم، قد ايه ان احنا عايزين فعلا ان انتوا تتغيروا. 5 سنين كنا معاكم وواقفين في ظهركم بنزقكم علشان توصلوا لهدفكم، منكم اللي وصل لهدفه ومنكم اللي لسه بيتدلع بس ان شاء الله بإذن الله هيوصل لهدفه، ومنكم اللي لسه ما يعرفناش اصلا. وهو ده اللي دايما بقوله لكم، ان انتوا بمجرد ان انت غيرت من نفسك او غيرت من حياتك والناس ابتدت تشوفك هتقولك انت عملت ايه، هتقول لهم انا مشيت على صفحة على الفيسبوك او على قناة على اليوتيوب، فتقول لك طب اديني القناة او قول لنا انت عملت ايه. فحتى الشخص ده لو اصلا ملوش في السوشيال ميديا سواء فيسبوك او يوتيوب او غيرها هتلاقيه ان هو اتشجع، وبالتالي ادت القناة او ادت الصفحة رسالتها. يمكن قناة اليوتيوب احنا مهتمناش بيها غير شوية يعني من سنة او سنتين بس، وده كان يعني ناتج من ان احنا كنا معتمدين على البلاتفورم بس اللي هي الفيسبوك، ولما حصل دروب في الفيسبوك لما اتوقف لنا الصفحة، وطبعا يعني الصفحة كانت بتسبب يعني في ناس يعني اللي هو شايفين ان الصفحة
مفروض متبقاش موجودة. بعض الناس اللي ليها مصالح ان الصفحة تتقفل علشان خاطر يستغلوكم بشكل يعني سيء. طبعا مش انا مش بعمم الكلام، ولكن في ناس محترمة جدا جدا وقفت معانا، في دكاترة التغذية ما شاء الله عليهم كانوا بيدعمونا معنويا وبيدعمونا بالمعلومات، وما شاء الله وقفوا معانا يعني وقفة قوية جدا. لكن في بعض الناس اللي هم أصحاب النفوس المريضة اللي كانوا بينتفعوا لما لقوا ان الصفحة بتأثر عليهم، ومش قادرين يفهموا ان كل ده اللي احنا بنعمله هو خير، وان احنا لازم نساعد الناس دي، لان انا بشوف مريض السمنة او الشخص اللي بيعاني من الوزن الزايد ده يعني عنده مشكلة كبيرة، في مصيبة، زي واحد كده عامل حادثة لا قدر الله واقف على الطريق، انت مش اكيد هتنزل تساعده، انت لا قدر الله لما بتشوف حاجه زي دي بتنزل جري، ما بتسالوش انت اسمك ايه ولا منين ولا اي حاجه خالص. انا يمكن عملت حادثه في احدى الدول الخليجيه من فتره، الناس اتلمت عليا من جميع الجنسيات، هنود وباكستانيين ومن الدوله نفسها ومن سوريا ومن العراق ومن كل الدول، وقفوا واسعفوني وكل حاجه. وهو ده يعني يمكن الموقف ده هو ده اللي حاضرني دايما لما حد يقول لي هو انت بقى مش ناوي بقى تستفيد، بقى مش ناوي بقى كده يعني تبيع بقى الأنظمة وتعمل. يا جماعة الناس دي يعني بشبهها بالموقف ده بالظبط، انت بتقف تساعدهم حتى لو واحد بس، حتى لو واحد بس استفاد من الصفحة او من القناة، فانت القناة والصفحة ادت هذا الغرض. علشان كده احنا كل اللي احنا عملناه بشوية ادوات بسيطة جدا، انسان بسيط مهندس شغال عادي، مهندس ميكانيكا، ابتدى ان هو يشوف الامور بشكل بسيط، ابتدى يحلل الامور بشكل بسيط، ابتدى يعرض لك المعلومة بشكل بسيط جدا فوصلت ليك بكل بساطة، ابتدت تغير مفاهيم عندك في حياتك بشكل كبير جدا. واحد بيقول لك ما تنساش تشرب الميه، الميه مهمه، واقعد اقول لك الميه مهمه ليه؟ ما تنساش تشرب الحليب، ما تنساش ان انت لما تفطر بدري الحرق بتاعك هيشتغل من اول لحظه، وهتلاقي الجسم بيديلك الطاقه، بتعمل زي اي حاجه في الطبيعه، بترجع تاني لطبيعتك. شويه معلومات بسيطه شقلبت لك حياتك 180 درجه. ناس كتير كانت بتقعد تخبط على الكرش وتقول لك ده عز، طلع مش عز، طلع ذل، طلع تعب، طلع مرض، طلع حاجات كتير وحشة. وسبحان الله ناس يعني عاشت حياتها كلها وزنها زايد، وكانت فاكرة ان الوزن الزايد ده حاجة كده هم مخلوقين بيه، لا، ربنا خلقنا في احسن صورة. ابتدت تتغير حياتهم، صغيرين وكبار، شباب ونساء وأطفال، وكل الناس اتغيرت، مفاهيم عند الناس اتغيرت، أسر بالكامل اتغيرت. سبحان الله، لما تيجي تشوف الناس دي كانت مستنية بس حد ينصحها، حد يقول لهم ابدأوا وهتوصلوا لهدفهم، حد يطمنهم يطبطب عليهم ويقول لهم والله العظيم لو التزمتوا وغيرتوا من عاداتكم الغذائية السيئة دي حياتكم كلها هتتغير. وسبحان الله ناس كتير بسم الله ما شاء الله حياتها اتغيرت. مش بس كده، دي لو نفسك تخس عملت أكاديمية، عملت أكاديمية بتعلم الناس، يعني انت بمجرد بتشوف شوية المعلومات دي اكتسبت كمية معلومات كبيرة جدا جدا نفعت بيها كل الناس اللي حواليك. يعني يجي حد ياكل قدامك حاجة مقلية تقول له خلي بالك انت عارف الزيوت اللي انت بتاكل بيها دي زيوت مهدرجة، يقول لك يعني ايه مهدرجة يا عم الحاج؟ يعني مصنعة، يعني سيئة جدا، يعني بتأثر على الصحة بشكل سلبي بشكل كبير. يقول لك بجد؟ يبتدي ياخد باله، يجي عند الزيت يقول لك لا يا عم اصل الزيوت دي مضره. ابتديت ان انت بشويه معلومات بسيطه، انت مش محتاج تروح لدكتور والله، انت محتاج ان انت تغير من عاداتك دي، بمجرد ان انت غيرت وشلت الحاجات الغلط من حياتك هتلاقي حياتك بقت نظيفه وحلوه قوي.
لكن للأسف الشديد ناس كتير كانت بتعند مع نفسها، ناس كتير كانت بتقعد تتبع خطوات وطرق غلط كتير جدا، ودول أكتر ناس الحقيقة متعبين أو خدوا وقت معانا. الناس اللي تقولك احنا بقالنا 20 سنة في الدايت، ايه الجديد اللي انت عملته؟ وأول ما يدخلوا عندنا الصفحة يا يلاقوا الدنيا بسيطة وسهلة وحياتهم بتتغير. ناس كتير جدا كان نفسها توصل للرشاقة، اللهم لك الحمد كنا سبب في ده، كنا سبب ان احنا وصلناهم لبر الامان. منهم اللي شكرنا وبيفضل يدعي لنا ليل نهار كده وما بينساش ابدا المعروف اللي احنا عملناه ليه، ومنكم نسي المعروف ده، مش مشكلة، لان الفكرة كلها ان احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان ربنا مش عشان حد، والله علشان ان احنا عايزين نساعد ناس اكتر، عايزين نوصل لكل واحد ونقول له اهرب من سجن الدهون، اهرب من هذا السجن اللي بجد هيذلك طول عمرك. هتلاقي طول عمرك كده قاعد مخنوق من الحياة، قاعد عمال تاكل فوزنك يزيد فتكتئب فتاكل اكتر فوزنك يزيد، تلاقي نفسك جوه دايرة. احنا كسرنا لك الدايرة دي وقلنا لك اتحرر من سجن الدهون. النهاردة أنا حابب أحيي أمي اللي كانت يعني في بدايات الصفحة، صفحة لو نفسك تخس، قالت لي بلاش يا ابن الصفحة دي، تعالي يا حاج تفضلي، تعالي تفضلي. السلام عليكم. تعالي يا حاج، فر الأطوال بقى. ورحمة الله وبركاته. طبعا أمي كانت في بداية الصفحة قالت لي لا صح بلاش الصفحة، وقفت ضدك كتير واتخانقت معاك، اتخانقت معايا كتير قالت لي بلاش صح. بلاش الصفحة. طب ليه يا ست الحاجة؟ مساعدة الناس كده وحاسة ان انت شغلاني يعني هل انت دلوقتي شايفة ان هل الانشغال ده بفايدة ولا مش بفايدة؟ طبعا مبسوطة وسعيد وبشجعك وبقوكوا دلوقتي. يمكن أمي شايفة ان الصفحة كانت واكلة وقتي كله، يعني بدل ما انت بترجع البيت علشان خاطر تريح وعشان تروح شغلك تاني يوم، لا انت بترجع البيت وهي شايفاني حتى النهاردة انا راجع الساعة 7:30-8 حاجة كده بالليل، مش قادر اتكلم، مرعب، مش قادر اتكلم، بفضل قاعد كده مهنك شوية وبعد كده مفروض ان انا اقوم ارص الحاجة كلها علشان اصور الرسالة الصباحية بتاعة اليوم اللي بعده، او ان انا ابتدي اشتغل في الانظمة علشان خاطر احضر المسابقة الجديدة، او يعني بتعمل اللي هو عندك اليوم كله مشغول بداية من الصباح ومرورا بقى بالمواصلات وغيرها من الحاجات دي. ولكن سبحان الله ربنا بيقوي. انا سعيده بكده والله، يعني انا كنت قاعد من شويه مش قادر اتكلم فعلا. سبحان الله، يمكن حتى واحنا بنصور واحد شغال بشنيور ما اعرفش طلع منين وقفنا كذا مره. احيانا لما تيجي تغير من نفسك هتلاقي الناس بتقف قصادك، من نفسك، مش هقول لك تغير من اللي حواليك، لا من نفسك حتى. من نفسه. امي كانت قعدت 40 سنه تقريبا او اكتر صح، وزن زايد يعني، فاكره ان هي ده هو ده فيها كده. ولما سبحان الله هي اقرب الناس ليا وربنا نفعنا وساعدناها وناس بعيده جدا، بعيده في المسافه، لكن انتوا كلكم قريبين ليا الصراحه يعني، لكن انتوا في ناس منكم بعيد في المسافه، ولكن سبحان الله ربنا برضو خلانا نوصل لهم في كل مكان صح. فانا حابب النهارده اشكر امي، يمكن هي وقفت قصادي يعني شويه في الاول، ولكن لما لا والله بشجع دلوقتي الرساله، عرفت ان 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 احنا دورنا وشافت النتيجه على صح. الناس وشافت ان الناس بتدعي لنا فدعمتني اكتر كمان، هي وزوجتي واولادي حتى اللي انا بقعد اخليهم سايلنت، يعني هم قاعدين سايلنت دلوقتي كده حوالينا دلوقتي. ممكن نتكلم محمد اكشن، يفضلوا قاعدين سايلنت كده لغايه يعني احيانا بنسى يعني يقعدوا في الاوضه وانسى اقول لهم ان انا خلصت تصوير، ممكن يفضلوا قاعدين ساعه يعني قاعدين ساكتين مستنيين نخلص، بعد ساعه يطلعوا من الاوضه بابا هو انت خلصت ما قلتلناش ليه وانا قاعد بمنتج. فالفكره كلها ان يعني النهارده عايزكم برضو تحتفلوا معانا بإنشاء لو نفسك تخس. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وقولوا لنا في التعليقات لو نفسك تخس بالنسبة لكم ايه؟ هل احلى ايام يعني ايه
اوصف لنا لو نفسك تخس عندكم. يمكن احنا زي ما قلت من شويه كده ان قناه اليوتيوب ما كناش مهتمين بيها من اول ما فتحنا الصفحه لو نفسك تخس، ويعني قلت ما يعني ما لهاش لازمه قوي، ان صفحه الفيسبوك اسهل وبتوصل للناس اكتر. لقيت ان سبحان الله ان كل يعني اليوتيوب بقى مؤثر اكتر. الانستجرام اللي احنا يعني في منكم هيقول لك يعني ايه انستجرام يا عم احنا ما بنستخدموش اصلا، سبحان الله. لا، كل بلاتفورم او كل منصه من السوشيال ميديا ليها ناس ومتابعينها. الهدف والله العظيم مش الشهره، والله يمكن الشهره دي بتتعبني، لكن الهدف كله هو ان احنا نساعد ناس اكتر، والله هي دي النية. وسبحان الله يوم اللي فنت بتاع اسكندرية ماله شفت انا رحت وجيت ساعدها ده برغم تعب بس كنت في منتهى السعاده. امي جت معايا ايفنت اسكندريه كلها بفرحه وبقى الناس. قضت معايا يوم من الصبح بدري من الفجر الساعه 1 وربع لما رجعنا لغايه الساعه 1 بالليل. فقعدت تقول الله يكون في عونك يا ابني، الله يكون في عونك، وقعدت تندع عليا في الايفنت يا ابني تعالى كل لقمه يا حبيبي يا ماما. انا يا حبيبتي ما باكلش، انا بفطر خلاص الصبح، ما ينفعش ان انا اكل اسيب الناس واقعد اكل كده خلاص. فبقى قلب الام بقى قلب الام طبعا حبيبتي يا ام. طبعا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين يا امي من حبايبي، وان شاء الله باذن الله اعوام عديده ان شاء الله باذن الله. كل عيد صفحه تبقى تخصه اكتر تخصه اكتر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كنت رشيك رشيك عايز تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناه بس كده. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام. خمس سنين ولسه مكملين. كل سنه وانتم طيبين. هات يا باشا. استنى بقى هات يا باشا اقولها. طيب يا باشا اكتبها اول حاجه من الحاجات دي اكتبها. الناس اللي سابتنا على كده يا حاج على كده الواد الصغير تعال يا احمد. تعال يا حبيبي تعال يا احمد. يا بابا انا قصرت انت كمان يا احمد انت مش فاهم مش حاسس. يلا يا عم الله عليك. لو نفسك تخس خمس سنين قول يا عم قول يا عم الله يهديك. قول يا ميدو حد يقول عشان لو نفسك تخس لو نفسك تخس خمس سنين خمس سنين كده خمس سنين ولسه مكملين ومكملين كل سنه وكل سنه وانتوا طيبين وانتوا طيبين ومع بعض مكملين ومع بعض مكملين ورمضان الجاي مثبتين ان شاء الله.